السلام عليكم. وفاء هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت بين المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء بأن هزة أرضية جديدة ضربت فلسطين مساء اليوم. يأتي ذلك غداث هزة أرضية ضربت فلسطين أمس بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، طالت مدينة نابلس في إطار هزات ارتدادية تشمل المنطقة إثر زلزال تركيا وسوريا المدمر. وذكرت مصادر إسرائيلية أن الهزة وقعت في الساعة 6:58 بتوقيت فلسطين، وبلغت قوتها 3.3 على مقياس ريختر على بعد 20 كيلومترا جنوب شرق القدس، ولم يتم تفعيل تحذير من وقوع زلازل. وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوته 7.8 درجات، أعقبه آخر بعد ساعة بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية، مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين. كما طالت الهزة الارتدادية عدد من الدول المحيطة بمركز الزلزال في المنطقة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.